وعن بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تجدد اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بكم دكتور. حياكم الله ومرحبا بكم. يعني قامت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم باقتحام المسجد توافقا مع ذكرى النكبة وتقسيم فلسطين، ما الرسالة التي أرادها الصهاينة من اقتحام اليوم وتوقيته بالتحديد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين. هي ليست هذا الاقتحام ليس مفاجئا ولا منقطعا عما قبله، بل هي ضمن سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات والتي تزامنت منذ مدة طويلة، ولا سيما في المدة الأخيرة مع عدة مناسبات صهيونية يهودية، وفي ذات الوقت مع شهر رمضان المبارك. ولكن طيلة المدة الماضية كان المقدسيون قد بذلوا ما يستطيعون من التصدي لمثل هذه الانتهاكات وهذه يعني الاختراق من قبل هؤلاء المستوطنين. أما اليوم فهي مناسبة من ضمن هذه المناسبات، مناسبة الاحتلال واحتلال الفلسطيني، احتلال الصهيوني لفلسطين، وهم في هذه كلها يريدون أن يثبتوا أمرا واقعا، ألا وهو تقسيم المسجد الأقصى وصولا إلى احتلاله بالكامل وتحقيقا لما حلمهم المزعوم الذي يدعون فيه إقامة هيكلهم في ذلك المزعوم. نعم، يعني في محاولة لفرض سيطرتها على المسجد الأقصى، تثبت محاولاتها للتقسيم المكاني والزماني للأقصى، إلى أي مدى ترى أن حالة المقاومة المتمثلة بتمسك المرابطين والمقدسيين بالمقدسات المسلمين ستسمح بذلك؟ والله يعني القراءة الآن بحسب الموجود لدينا على أرض الواقع، فإن الشباب والنساء والشيوخ لا يقصرون في ذلك ومتمسكون بحقهم في رفض هذه الانتهاكات وهذه الاقتحامات وهذه المشاريع، وبفضل الله وحده قد استطاع هؤلاء بعد التوكل عليه سبحانه وتعالى من إفشال العديد من المشاريع الأخرى. ولكن يبقى السؤال، ما هو واجب بقية الأمة جمعاء؟ هل الأمر مقتصر على المقدسين؟ نعم نعم، الاختصاص المكاني نعم، عليهم واجب كبير وهم يقومون بهذا الواجب، لم يقصروا في ذلك، بل بذلوا الغالي والنفيس لأجل الحفاظ والقيام بهذا الواجب. لكن أين بقية الأمة من قيامها بواجبها على الأقل في مساندة هؤلاء المرابطين؟ عوضا عن الأمة دكتور، هل يعول على المجتمع الدولي في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل الصهاينة ضد مقدسات المسلمين في فلسطين، يعول الآن على المجتمع الدولي؟ نحن نصصنا في البيان على أنه لا يعول عليهم، لأنه كما عهدنا منذ زمن طويل، ولا سيما خاصة قضية فلسطين، فإن المجتمع الدولي يتعامل مع قضايانا، ولا سيما كما قلت قضية فلسطين تعاملا ازدواجيا، فهم ينظرون إلى جميع الانتهاكات التي تمارسها هذه العصابات الصهيونية الموثقة والمعلنة والتي يتبجحون بها، ينظرون على أنها حق لهؤلاء المعتدين الصهاينة، في حين أنهم يدينون أقل عمل آخر ويسمونه إرهابا، بل بات هؤلاء هذا المجتمع الدولي المتصهين أو المنحاز إلى الصهيونية وأمريكا الراعية للصهيونية يساندون الإرهاب ويسمون المقاومة، والحق يسمونهم إرهابا، ولذلك هذه الازدواجية لا يعول عليها. لكن ليس معنى ذلك على أننا لا نبذل الطرق، فالواجب هو سلوك جميع الطرق. الطرق الآن المتاحة هي رد القوة بالقوة، ولكل فعل ردة فعل كما يقال. ولذلك الواجب الآن على الأمة، لا ننتظر من المجتمع الدولي شيء، لكن على المجتمعات الإسلامية خاصة وغير الإسلامية، لأنه كذلك الكثير من الشعوب التي لديها شيء من الإنصاف ولديها نوع من النظرة العادلة إلى هذه القضية، هي مساندة لقضية الفلسطينية والشعب ولحق الشعب الفلسطيني. فهؤلاء بدورهم يقومون بواجب الضغط على تلك حكوماتهم، لكننا نقول لا نعول على ذلك. التعويل بعد الاتكال على الله سبحانه وتعالى
على انتزاع الحق بالقوة، فمثل هذه الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى تمام. استجداء. ذكرتم في البيان دكتور أن الأهداف الأمريكية هي أوسع من احتلال العراق وأبعد كذلك من تقسيم فلسطين، ما الأهداف التي تسعى لها أمريكا في الأمة؟ يعني أمريكا طبعا ومن ورائها طبعا ربيبتها إسرائيل الكيان الصهيوني لديها أهداف متعددة. هنالك أهداف متعلقة بالكيان الصهيوني وهو إقامة الوطن الكبير الذي يدعى عليه ما بحسب ادعاءاتهم الموعود من النيل إلى الفرات، وكذلك هنالك المصالح الأمريكية الخاصة في السيطرة على العالم وعلى المنطقة تحديدا التي تتمتع بثروات بما حباها الله تعالى من ثروات البترول والوقود وغير ذلك. هذان الأمران كلاهما المشاريع هي تتكاتف ويعضد بعضها بعضا، ولذلك نجد أن أمريكا قد قامت بزرع فتن ومشاكل افتعلتها في هذه المنطقة، وفضلا عن ذلك احتلال العراق الذي سلمته إلى إيران بالتعاون وافتعال الأزمات في العراق وفي الشام وفي اليمن وغيرها بالتعاون، إطلاق اليد لإيران العدو الثاني بعد الكيان الصهيوني للأمة الذي يعبث بأمن الأمة اليوم في سبيل تحقيق هذه الأهداف الصهيونية، والله أعلم. نعم دكتور، في ظل ما تشهده مقدسات المسلمين من انتهاكات يصاحبها صمت غريب من المجتمع الدولي كما ذكرت، يعني يرى بازدواجية، ما المقترح الذي تراه هيئة علماء المسلمين في وقف هذه الانتهاكات؟ يعني كما قلت في معرض كلامي، الأمر الأول اليوم نعوله على الشعوب، فالشعوب عليها واجب النصرة. كما قلت في مطلع كلامي، المرابطون في المقدس وما حولها يقومون بواجبهم، لكن على الأمة جمعاء أن تقوم بواجب المساندة والمناصرة. المناصرة سواء كانت المناصرة المالية المادية وهي عصب الحياة، لجعل هؤلاء المرابطين يستمرون في مرابطتهم ولتعويضهم عن بعض ما يقدمونه من خسائر في سبيل هذه المواجهة الكبيرة، وكذلك لمساندتهم إعلاميا وسياسيا ومعنويا. فاليوم المعركة معركة مفتوحة مع هذا الكيان في كل الوسائل المادية والمعنوية، ولا سيما الإعلام، وكذلك المعركة السياسية. وإن كنا لا نعول على الكثير من الحكومات التي باتت منبطحة في إطار مشروع ما يسمى بالتطبيع، لكنه لا بأس أن نذكر هذه الحكومات جميعا بأن عليها واجب المحافظة على هذه المقدسات وعدم الركون إلى الوعود الأمريكية التي لم يجنوا منها هم إلا كل خسارة وخذلان. شكرا لكم الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، شكرا لك.